في دول أعلى انتصارات في سجله انتصارين. تندفع هذه الأسماء بمشاركة هاونغن أوف يوث، فراد سكوت، توماهوك، نجم كافلة، أنكم بينت، وافد ذو فعايل ومصيحة. هنا نشاهد هذه الاندفاعة لهذه الثمانية أسماء. بقية الأسماء عدا وافد لديها انتصارين، وهاونغن أوف يوث وذو فعايل تسعى لتسجيل انتصارها الأول. هنا نشاهد توماهوك ابن هارلينغتون يقود السباق في متابعة من هاونغن أوف يوث إلى ثاني المراكز، ونجم كافلة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع لهاوغن أوف يوث يحاول التقدم في هذه الأثناء، ومحاولات أيضا من فراد سكوت. هنا الانطلاقة إذا مع توماهوك ابن هارلينغتون مع أصيل السرحاني يحاول الانطلاق وتوسيع الفارق. ونشاهد هنا إذا نجم كافلة يطارد بكل قوة ابن النجم الثاقب ولوم كافلة المعروفة. وهنا نشاهد إن كومبنت ابن يوليسز الأعلى تصنيف في هذا الشوط والبالغ تصنيفه 90 في المركز الثاني يسير. هنا الانتظار في خامس المراكز لفراد سكوت ابن أكلم مع محمد سعيد، ومن خلفه ذو فعايل ابن باتريوت أكت مع ريان الطويرش الذي يسعى لتسجيل فوزه الأول. إذن مشاهدين متابعين الكرام، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية لمن ستكون هنا توماهوك ابن هارلينغتون لا زال يقود السباق حتى الآن. انكومبنت يدفع عبد العزيز اللي يعيش بكل قوة، فراد سكوت يتقدم بكل قوة، ابن أكلام الحصان الأحمر البالغ من العمر 3 سنوات من الخارج يندفع. وأشاهد محمد سعيد يستحث بكل قوة، ها هو يتطابق مع توماهوك المندفع منذ البداية مع الأمتار الأخيرة، منافسة ثنائية. هنا فراد سكوت يندفع إلى المركز الأول الذي حضر في الحفل الثاني في الأسبوع الماضي وحل ثالثا، يتمسك بالسياج وينطلق، وها هو محمد سعيد يطلب منه الاندفاع أكثر وأكثر، يوسع الفارق، يبتعد فراد سكوت المهر الأحمر البالغ من العمر 3 سنوات بطلا لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. ألف مبروك للإسطبل البدين، ألف مبروك المدرب بدن سبيعي، وللخيال محمد سعيد الفوز الثاني لفراد سكوت. مبارك لإسطبل البدين، فراد سكواد يحقق المركز الأول. يمكن بدن سبيعي قبل شوي كان يقول بشوفوني بعد العيد، بس ما احنا شفناه بدري. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. ما شاء الله تبارك الله، مستوى ممتاز ورائع.